بهذا الروبورتاج. معرض جماعي فرصة لأنه تنوع بيبدي كل شخص من الأشخاص بيصير في مقارنة وتجربة مع شباب جزء منهم يعني بالبداية ناخذ منهم حماسهم. أنا مشارك بنمط محدد تقريبا هو الوجوه. البورتري هو فن البورتري، أنت عم تنقل داخل إنسان، هذا الوجه هو مثل نافذة على جوات هذا الإنسان، وهو بنفس الوقت انعكاس لعلاقته بهذا الخارج. يمكن في مسحة من الحزن تطبع مجمل العملي فيما يحزن بعتقد بالظرف الآني والحاضر، وعسى أنه يعني شوف وجوه فيها شيء أحلى من اللي ملاقيه بوجوه هلأ، يعني أتمنى الأمور تتحسن. الكتاب كان فرصة لأربط بين ثقافتي أنا كفنان واللوحة اللي هي منتج بصري. الكتاب كلمة، نحن شعوب نتعامل مع الكلمة، بتمنى أنه يكون ينال اهتمام. أنا قدمت فيه أفكاري، وأفكاري بالنهاية هي مثل ما بقول بتوضح جزء من عملي باللوحة. هي فرصة لجمع الكلمة واللوحة، وهي أدوات تعبير، هي نوع من اللعب على قضية الكلمة والتضادات أسود أبيض. أحيانا الأبيض نحن دائما منشوفه أنه رمز للشيء المشرك والمضيء، أحيانا الأبيض هو لا، رمز للا شيء، للعدم ممكن يكون، للكفن. أنا غايتي أنه بالكلمة أوجد الإنسان، نادي فيه ولأجله بكلمة اللي هي في البدء كان الكلمة، وبالنهاية هي الكلمة لأنه هي الإنسان. أغلب لوحاتي صراحة تنتمي للمدرسة الواقعية، بيجمع لون موحد يعني مونوكروم، واللوحاتي يعني كل لوحة بحد ذاتها هي حالة خاصة، برتاح بهذا اللون. غير عن هيك كمان نوع من التميز، إجمالا في كتير من الألوان حوالينا، في كتير بقى نحن بحاجة لنوع شوي هيك من الهدوء والسلام والسكينة، هذا بحسه أنا يعني بلاقيه باللوحة. حلو الواحد يشوف كمان المجموعة كلها كيف تشتغل، لأنه بتعطيك حافز أنه تشتغل أحسن وتشوف شو اللي مطلوب بالسوق إجمالا، أو مع أنه كل واحد بس بيعمل لوحة بيعملها مثل ما بيحسها. من خلال لوحاتي انا شايفه امبريسيون، يعني بس تطلع باللوحه مثلا بتشوف مساج معين، بس اذا طلعت بهيدي مثلا بنت صغيره، هيدي كانه عم بتشوف براءه الاطفال، فبتطلع فيها البالون احمر مثل هالايام، والباقي بتفوقك انه في براءه بعد. أنا ألبرتو نعمة وشغل لوحات زيتية oil paintings. الستيل تبعي بيسموه expressionism وأكثر colorism expressionism. أنا بشتغل أكثر تعبيري، دائما بحب أشتغل يكون في فكرة، ومن وراء الفكرة الناس تتفاعل مع اللوحة. يعني في ناس كانت توقف قدام اللوحة، في مرة وقفت قدام اللوحة صارت دمعت، صارت تبكي. قلت لها أنا شو؟ قالت لي الطريقة يلي راسم فيها، كيف واقفين، كيف واقف الزلمة، بذكرني ببي، كيف مشيته، كيف كذا. أنا بحب أتفاعل، هيدا التفاعل مع الناس. وبس كون قاعد شي مطرح كمان براقب كتير الناس كيف عندها الإحساس تبعها، الشعور تبعها، وبجرب هيدا الشيء يعني جسده باللوحات. أنا برتاح للزيت، أنا بشتغل بالزيت، الميكس تبع الكالورز تبعي بيزبطوا كتير منيح، والريشة تبعي كأنه بتمشي لحالها بس كون عم بشتغل بالزيت يعني بالزيت. قدرت سنة ونص برسوم، بعمل بينتينج، ما تعلمت أنا، عم بجازف يعني، عم بعمل تجربة جديدة بحياتي.
واول هيدي اول مره بجاليري جاليري اكزود. بس بشتغل ما عندي بلان معين مخطط معين، بجرب اتفاعل مع اللوحه والالوان لطلع شو الاحساس اللي بدي اياه. وايام اكثريه الاوقات اللوحه مثل هي بتكفي حالها. انا بعدني بمرحله التجربه هلا. هلا واحد ما بده يخاف، بده يجازف، بده يقرر. مثلا انا قررت انه بدي اعمل بينتر، بستعمل الوان، عم استعمل اكريليك على كانفاس، وطبعا بده تمرين هذا الشيء، بده متابعه وشغل تقريبا يومي وبدون خوف. يعني مثلا ما في صح وغلط، في انه عم كفي. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقتنا لليوم، على امل تكونوا استمتعتوا وفقفتوا بالمواضيع اللي قدمنا لكم اياها. ملتقينا بتجدد معكم على الاسبوع